حذرت منظمات دولية من شبح إفلاس حقيقي يواجه 96 دولة بينها 3 دول عربية. كما حذرت هذه المنظمات من ارتفاع نسب التضخم في معظم دول العالم بما فيها الدول الغنية بالتوازي مع تحذيرات أخرى من ارتفاع عدد الجياع في العالم إلى أكثر من 320 مليون. هذه الولايات المتحدة الأمريكية وقد قرر البيت الأبيض إنشاء جسر جوي واللجوء لقانون يعود لحقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال في البلاد. تلك صور أيضا من الولايات المتحدة حيث تواصل أسعار الوقود تسجيل أرقام قياسية وصلت لأكثر من 4.5 دولار للجالون. أما هذه فهي النمسا التي تعاني من أعلى نسبة تضخم منذ 40 عاما بواقع 7.2% على أساس سنوي. أما هذه المشاهد فهي في رحاب اليابان التي تجاوز فيها مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 2% لأول مرة منذ نحو 14 عاما. ما سبق ليس إلا أمثلة بسيطة لأعراض وباء اقتصادي عالمي يعرف بالركود التضخمي الذي يعني تواصل ارتفاع أسعار السلع مصحوبا بتراجع مبيعات الشركات ودخلها المالي. مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد قال إن هناك 107 دول تواجه واحدة على الأقل من 3 صدمات هي ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو ارتفاع أسعار الطاقة أو تجديد الأوضاع المالية. يضيف الأونكتاد أن 69 دولة واجهت الصدمات الثلاث جميعها بينها 25 دولة في إفريقيا ومثل هذا العدد في آسيا والمحيط الهادي و19 دولة في أمريكا اللاتينية، مع الإشارة إلى أن من بين الدول 69 3 دول عربية هي مصر ولبنان وتونس. تضيف منظمات دولية أخرى للمشهد قتامة عبر التحذير من أن الدول 69 آنفة الذكر وهي جميعها دول نامية باتت تعاني من خطر الإفلاس الوشيك مثل سريلانكا، وما سريلانكا إلا حجر الدومينو الأول. خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس لمعالجة قضية انعدام الأمن الغذائي، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش إن 49 مليون شخص من 43 دولة يعانون الجوع الحاد. يزيد من الشعر بيتاً المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بيسلي بالقول إن عدد الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائي الحاد ارتفع من 135 مليونا إلى 176 مليونا خلال عامين فقط، مع توقعات بارتفاع العدد إلى 323 مليونا على الأقل بسبب أزمة كورونا. بالتوازي مع ذلك، حذر بيان مشترك صادر عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي من تداعيات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي على العالم قاطبة، لا سيما على الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل. البيان ذكر أن أسباب أزمات العالم الاقتصادية هذه الأيام 3: الحرب في أوكرانيا، وتغير المناخ، ووباء كورونا. ينضم إلينا الأستاذ المختص في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية دكتور حسان القبي من باريس. دكتور مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. ما الذي يحدث بالضبط لاقتصاد العالم؟ هذا الانهيار الكبير في الدول، عدد كبير من الدول مرشح لأن يصبح الوضع فيه كما حدث في سريلانكا. نعم، بعد التحية سيدي الكريم، يدخل العالم اليوم ركود اقتصادي غير مسبوق ممكن منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. موجة من التضخم تضرب تقريبا كل دول العالم، إلا أن هذا التضخم وفي تقديري الشخصي يبقى دائما النسبة الأكبر منه يعود إلى تبعات أزمة كورونا، وخاصة أن الدول الكبرى إبان أزمة كورونا كان لديها حل وحيد وهو الضخ النقدي. ضخ نقدي كبير بدون عودة عجلة الانتاج ما دون مستويات ما قبل الأزمة
سوف يعني يحدث عدم توازن ما بين العرض والطلب، وكلما فاق الطلب كل ما هو معروض في السوق ترتفع الأسعار. التضخم سيدي الكريم ربما يصورونه هنا في أوروبا أنه تضخم طاقي، ولكن أنا أختلف مع هذه الفكرة أن التضخم هنا في أوروبا هو تضخم طاقي، بمعنى أن كل التضخم مرتبط بارتفاع أسعار الطاقة. هناك جزء ممكن طاقي ولكن ليس كل التضخم طاقي. دعني أقول لك أن دوافع التضخم أو ما يحدث التضخم في الاقتصاديات هو عندما نجد مثلا ترتيع في نسبة المعاشات، عندما هناك سعر صرف مختل مثل ما يحدث الآن خصوصا لليورو الأوروبي مقارنة بالدولار، أو ما حدث في تركيا بالنسبة للعملة التركية الليرة التركية. كذلك التضخم يعني قلت عدم التوازن بين العرض والطلب. السياسات النقدية الأوروبية تعرفون أن كذلك البنك المركزي يتدخل عن طريق آليات، ربما أهمها هي تحرير نسبة الفائدة المديرية، الموازنات الحكومية. ثم نأتي إلى سعر المواد الأولية عندما ترتفع سعر المواد الأولية في الأسواق العالمية مثل ما يحدث للقمح الذي مر من 200 أكثر من 200 دولار بقليل، ثم يعني 220 دولار تقريبا مر إلى 400 دولار. هنا يأتي التضخم، وكذلك عندما يكون هناك ارتفاع في سعر المحروقات، كل هذه العوامل تؤدي إلى التضخم. ولكن في تقديري الشخصي التضخم الذي يشهده العالم اليوم هو النتيجة الأساسية لكمية الضخ النقدي التي وقعت بعد أزمة كورونا ولم يقابلها عودة إلى مستويات الإنتاج. ثم ما عمق الأزمة هي الحرب الأوكرانية. تعرفون أن اليوم في أوكرانيا مثل روسيا وأوكرانيا ثلث الإنتاج من القمح العالمي يخرج من هناك، كميات مهمة من الأسمدة. اليوم دولة مثل البرازيل تبحث عن كل الأسمدة في كل العالم ولا تتمكن من توفير الكميات المطلوبة. كذلك ارتفاع سعر المحروقات، يعني شاهدنا ما وقع في أزمة كورونا والارتفاع الحاد في سعر المحروقات. لذلك هناك تضخم، يعني يصاحب هذا التضخم للأسف ركود اقتصادي، نسب تنمية ضعيفة، وهنا ما زاد الطين بلة وما يجعل الكارثة سوف تكون كارثة عالمية. نعم، يعني التوقعات بازدياد أعداد الجياع في العالم ب 100 و150 و200%. هل يمكن للحرب في أوكرانيا أن يكون لها كل هذا التأثير على العالم؟ لأن كورونا بدأ الحديث في العالم وفي اقتصاديات العالم بأن العالم بدأ يتعافى من تأثيراتها. نعم، تعرفون أنا لو عدت مثلا إلى جي 20 التي كانت برئاسة المملكة العربية السعودية مع انطلاق أزمة كورونا، أتذكر جيدا التوصيات العالمية كانت بتسهيل سلاسل الإمدادات العالمية خاصة في المواد الغذائية حتى لا ندخل في أزمة غذائية. بينما اليوم وروسيا تفتح جبهة أخرى في جنوب أوكرانيا مع مدينة أوديسا، ربما بعد السيطرة على ماريوبول تهتم كثيرا بأوديسا وبدأت العمليات العسكرية ربما في أوديسا. هنا نفهم أن روسيا تريد أن تحكم السيطرة على البحر الأسود، ومن هنا منفذ كبير من العالم للقمح الذي يخرج، قلت ثلث القمح العالمي يخرج من روسيا ومن أوكرانيا. هنا هناك يعني اختلال في العرض والطلب، ارتفاع تقريبا بنسبة 100% في أسعار القمح يحيلنا ربما إلى الذهاب حقيقة إلى أزمة غذاء عالمية، إلى مجاعة ربما في بعض البلدان، ربما ترتفع نسبة يعني الأشخاص المعددين بالمجاعة من 150 مليون إلى 350 مليون حسب يعني برنامج الغذاء العالمي. هناك أزمة حقيقية، هناك دول كذلك بنيتها الاقتصادية ضعيفة وهشة قد تكون هي الأكثر يعني تعرضا لخطورة المجاعة. نعم دكتور، يعني التقارير تشير إلى أنه من الممكن أن يتكرر ما حدث في سريلانكا في عدد من الدول في العالم، وتم الإشارة إلى 96 دولة من الممكن أن تتأثر، وعدد أقل من ذلك يمكن أن يتأثر وبسرعة بهذا الأمر. هذا الكلام حقيقي؟ نعم، دعني أقول لك سيدي الكريم، وأنا أشتغل في بحوثي العلمية على دوافع عدم الاستقرار السياسي. هناك العديد من الدوافع، منها ما هو سياسي، منها ما هو مؤسساتي، ولكن منها كذلك ما هو اقتصادي. عندما تدخل دول في نسب
اقتصاد ضعيفة جدا مع نسب تضخم عالية، تكون هناك احتجاجات، خاصة عندما تكون هذه النسب الاقتصادية المتدنية مصحوبة بنسب فساد عالية، مصحوبة كذلك بغياب الديمقراطية، مصحوبة بانشقاقات عرقية ولغوية في العديد من الدول. هنا تتجمع كل هذه العوامل، ما نسميها دوافع عدم الاستقرار السياسي، لتنتج لنا، خاصة عندما تجتمع، لن نتحدث عن عدم الاستقرار المؤسساتي ولكن نتحدث عن عدم الاستقرار غير مؤسساتي، يوصف عادة بالعنف السياسي، يؤدي إلى ممكن ثورات، انتفاضات، يؤدي إلى حتى اختيارات سياسية، يؤدي إلى انقلابات، إلى ثورات. كل هذه العوامل عندما تجتمع مع بعض تؤدي إلى عدم استقرار سياسي. موجة الاحتجاجات لن تضرب فقط الدول النامية والدول الضعيفة، قد نرى احتجاجات حتى هنا في فرنسا، لأن منذ شهر مع بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا رأينا تحركات اجتماعية في إسبانيا. فرنسا كذلك التي عرفت ما يعرف بأزمة فاتورات الصفراء في 2018 مع ترقية باتيستا على المحروقات بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية والحكومة الجديدة التي وقع أعلان عنها اليوم في انتظار ماذا سيفضي الانتخابات البرلمانية والتوافقات بين الأحزاب. السياسة ربما السياسة العامة هنا في فرنسا، بالرغم أن برونو لومير وزير الاقتصاد حافظ على منصبه في الحكومة الجديدة وتحدث أن لن يقع الترفيه بأسعار المحروقات وأن التضخم في فرنسا هو الأضعف في كل أوروبا، ولكن الشتاء القادم سوف يكون شتاء صعب على عموم أوروبا، خاصة أن الدولار يشهد نسق ارتفاعي مقارنة بالأورو. هنا وصل سعر الصرف بالنسبة للدولار الواحد 95.95 سنت من الأورو، حيثما كان في السابق الدولار يساوي 0.80 أورو فقط. هنا ارتفاع للدولار. نعم دكتور، دعنا نعود إلى منطقتنا العربية. التقرير الذي ذكرناه أشار إلى أن ثلاث دول عربية مرشحة اقتصاداتها للتأثر بشكل كبير إن لم يكن إلى الانهيار: تونس، مصر ولبنان. ما القاسم المشترك بين هذه الدول الثلاث، ولماذا التأثير أكبر سوف يكون على هذه الدول الثلاث؟ يعني ربما هذه الدول الثلاث حقيقة لبنان وتونس بدرجة أولى، دعني أقول بدرجة أولى، وتعرفون أن لبنان شبه مفلس، تونس تسير على طريق الإفلاس منذ مدة، وانغلاق للأفق المالية والاقتصادية وتعثر كذلك مع صندوق النقد الدولي. لبنان ممكن أقل مع صندوق النقد الدولي، يبدو أن بعد الانتخابات هناك انفراج وهناك حديث عن 3 مليار قد تصل لبنان من صندوق النقد الدولي. مصر أعتقد بدرجة أقل، مصر تقوم بمجهودات خاصة في الأمن الغذائي ومجهودات حكومية نتابعها، خاصة الفلاحين المصريين وعدم بيع القمح صابت هذه السنة للخواص لن تشتريها إلا الدولة مع الترفيع. مصر كذلك لديها ميزة، لديها استقرار سياسي مقارنة بتونس ولبنان. مصر كذلك في تكتل اقتصادي مهم مع دول اقتصادية قوية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، هذا ما يجعل الممكن الضغط أقل على مصر، ولكن الأوضاع في تونس والأوضاع خاصة في لبنان متأزمة حقيقة. تونس أزمتها السياسية للأسف لم تنتهي منذ 2011 إلى اليوم، ما زالت تعرف العبثية السياسية، وما دام هناك عبثية سياسية ليس هناك استمرارية في رسم الخطوط العريضة للموازنات الاقتصادية، مما يجعل تونس حقيقة قريبة من شبح الإفلاس، بالرغم أن الأخبار التي تأتي من تونس تبشر بصابة قمح قد توفر الاكتفاء الذاتي، إلا أن الانشقاقات السياسية والحرائق التي عرفتها تونس مثلا في الشهر المنصرم في ظل تجاذبات سياسية قد تؤدي إلى حرائق في صابة القمح، وهذا سوف يكون كارثة كبرى على الاقتصاد التونسي في ظل غياب أي آفاق مع صندوق النقد الدولي. لبنان حالة أخرى، تعرفون لبنان وما يجري في لبنان. لبنان اليوم نتائج الانتخابات ما زالت لا توحي إن كان سوف يكون هناك توافق بين ما يعرف قوى التغيير وربما سحب الأغلبية من الحكومة السابقة والأحزاب الداعمة للحكومة، حكومة السيد ميقاتي، أو سوف يستمر الأمر كما هو عليه. لبنان في شبه عزلة في محيطه الأقليمي للأسف بدوافع سياسية، ولكن يبدو هناك انفراج بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي كما قلت في حدود 3 مليار، لا نعرف إن كانت كافية للبنان أو لا، مع
مع انفجار مرفأ بيروت، مع انهيار صوامع القمح في مرفأ بيروت. لبنان عليها أن تفكر حقيقة اليوم في الأمن الغذائي، لأن مسألة الأمن الغذائي هاجس كبير لكل الدول في الوقت الحالي. نعم دكتور، هذا بالنسبة لدولنا العربية الثلاثة التي ذكرت في التقرير. سؤال أخير، ماذا عن الدول الغنية؟ هل هي بمنأى عن كل ما يحدث في الدول التي يمتاز اقتصادها بالضعف؟ لا، يعني بالنسبة للدول الغنية دعنا نقول أن اليوم ممكن الدول المحمية أكثر هي الدول المصدرة للنفط والغاز، لأن مؤشرات أسعار النفط في ارتفاع في العالم. رأينا حتى دولة مثل روسيا، التي سلطت عليها عقوبات غير مسبوقة بالمرة، حتى إيران لم تعرف حجم العقوبات التي سلطت في الوهلة الأخيرة على روسيا، ولكن بالرغم من ذلك الروبل يتميز ب أحسن أداء في كل العملات ثلاثة أشهر الأخيرة. ارتفاع أسعار المحروقات سوف يساعد كل هذه الدول المصدرة للمحروقات، بالرغم أنه سوف تكون هناك نسب تضخم، ولكنها سوف تكون طفيفة، لن تتجاوز بين 2 و3% في تقدير الشخصي. شكرا جزيلا لك الدكتور حسن القبي، كنت معنا من باريس، الأستاذ المختص في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية.